احنا مجموعة ديال الشباب كنجهزوا هذا السوق، هذا الفضاء للمواطن المغربي باش يجي يقتني الأضحية ديال العيد ديالو ان شاء الله في امن وامان وسلام. اون بليس دو سا كنجهزوا حتى للكساب باش يعرض المنتوج ديالو فواحد الاريحية، فواحد الهنا، فواحد الثقة، لا سرقة لا والو. كما شتي حنا مجهزين السوق الحمد لله بكاميرات ديال المراقبة، بمسجد الصلاة، بمراحيض قنوات الصرف الصحي، بممر الراجلين، كل شيء الحمد لله مجهز ومقاد. كما يعلم الجميع سيدنا الله ينصرو في الخطابات ديالو كينادي بالخدمات الالكترونيه، وهذه المنظومه هذه هي داخله في الخدمات الالكترونيه. الحمد لله حنا مقبلين على تنظيم كاس العالم، مقبلين على شحال من حاجه مزيانه. المغربي راه ديما كيبتكر، المغربي ديما كيزيد القدام. الحمد لله ونشكره.